حقيقة هذه هي إحدى النقاط التي ليست إيجابية في لقاءات المبعوث الأممي التي يقيمها الآن في عمان مع مختلف الأحزاب والتيارات الجماهيرية أو الاجتماعية اليمنية والشعبية. لكن نقول هنا أننا كنا ننتظر من هانس جرودنبرغ أن يبدأ بناء على ما سبق، بمعنى أن هناك 4 سنوات من الذهاب والمجيء قام بها مارتن جريفيت ويلتقي هؤلاء. تقريبا كانت يعني دائما ما يقوم بلقاءات مع التيارات والشبه. أن يبني هانس جرودنبرغ، وخصوصا وهو كان الممثل للاتحاد الأوروبي، المبعوث في الاتحاد الأوروبي، بمعنى نوع على هذه هذه الاتجاهات. لذلك كنا نريد أن يبني الرجل ويتحرك خطوة للأمام، لا أن يبدأ من النقطة أو من المربع صفر بطلب الأحزاب والتيارات وما شابه، ليبدأ معهم لقاءات ثنائية وكأنه يبدأ من نقطة معرفة ما كل حزب كل جماعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما زلنا ننتظر من الرجل أن يخرج من تلك الدائرة المفرغة التي وضعنا فيها مارتن جريفيث، وهي دائرة التفاؤل بلا مضمون، الإحاطات الرمادية التي تقدم إلى مجلس الأمن ولا تحقق شيء. لأننا بحاجة ماسة أن يكون مجلس الأمن أمام صورة حقيقية. يجب أن يكون النقطة الأساسية في بداية عمل جرودنبرغ أن يقول للعالم من هو الطرف المعطل لعملية السلام في اليمن. هذه هي البوابة الأساسية للحديث عن السلام.